فاقرا الخبر البدايه كالعاده مع نهارك زملكاوي. وعقد الجهاز الفني للفريق بقياده البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسه مع اللاعبين على هامش ميران امبارح يوم الاربعاء في حضور الجهاز المعاون، وكمان حرص مستر فيريرا على تحفيز اللعيبه، طالبهم كمان بالتركيز والعمل بقوه استعدادا للفتره المقبله، كمان ضروره الالتزام بالتعليمات المطلوبه منهم. طبعا بيواصل الزمالك تدريباته خلال فتره التوقف الدولي الحاليه استعدادا لمواجهه ساجراد الانجولي في ختام دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا والمقرر ليها يوم الجمعه الموافق الاول من ابريل المقبل. كمان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قام بتصعيد عبد الرحمن نفاذ حارس مرمى فريق 2003 للمشاركة في تدريب امبارح، وشارك كمان نفاذ في تدريبات الحراس امبارح برفقة محمد عواد والسيد عطية كمان محمد نديم تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق. كمان طاهر قام بتقسيمة تدريبات حراس المرمى لجزئين، الأول بدني وتأهيلي من خلال تمرين خاص بالرشاقة والمرونة وكمية تقوية العضلات، والجزء الثاني كان فني وده من خلال التدريب على سرعه رد الفعل، كمان التعامل مع الانفرادات والتسديد من المسافات القريبه والبعيده. حرص كابتن ايمن طاهر على الحديث مع رباعي الحراس وطالبهم بالتركيز وبقوه وتنفيذ الامور الفنيه المطلوبه منهم. لسه مكملين مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا طبعا المدير الفني للفريق، والعقد جلسه مع جهازه المعاون على هامش تدريب امبارح يوم الاربعاء اللي اقيم بمقر القلعه البيضاء استعدادا للفتره المقبله. اتكلم المدير الفني مع معاونيه بشان الامور الخاصه بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين وخطه اعداد الفريق للفتره المقبله. كمان قام مستر فيريرا بالتشاور مع معاونيه في امور فنيه وخططيه خاصه طبعا بينوي الجهاز الفني تنفيذها خلال الفترة المقبلة. خضع الثنائي محمد طارق وحسام عبد المجيد لاعيبه الفريق لفقره تاهيليه خاصه خلال تمرين امبارح. خاض الثنائي تدريبات الجري بمحيط الملعب لمده ربع ساعه بعد اداء الفقره التاهيليه مع باقي الفريق، وده بعد مشاركه الثنائي مع فريق الشباب بالنادي مواليد 2001 اول امبارح قدام غزل المحله بدوري الجمهوريه في المباراه اللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهم. كمان الجهاز الفني قرر ان هو يكتفي أو الثنائي بأداء الفقرة التأهيلية من ثم ومن ثم استكمال التمرين داخل الجيم وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية على أن يشاركوا النهاردة إن شاء الله بشكل طبيعي. كمان قام الجهاز الفني للفريق برفع المعدل البدني للاعبين خلال مران امبارح يوم الاربعاء، وده ضمن البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا لما هو قادم. طبعا خضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنيه قويه لمده 30 دقيقه تحت اشراف اندري فيليب سوزا مدرب الاحمال، وكمان قسم الجهاز الفني الفقره التدريبيه الى ثلاث اجزاء، هي واحده او فقره بدنيه باستخدام ادوات الجيم، بعد كده فقره تدريبات الاطالات وقفز حواجز مرتفعه ومنخفضه، بعد كده فقره التدريبات التأهيلية بالكرة في جزء صغير من الملعب من خلال التمرير من لمسة واحدة. وقام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بتقسيم اللعيبه لمجموعتين خلال تمرين امبارح واللي اقيم بملعب النادي لاداء فقره خططيه خاصه. البرتغالي جوسفالدو فيريرا تولى بصحبه احمد عبد المقصود المدرب المساعد ودانيال جونزاليس محلل الاداء قياده مجموعه، في حين كابتن اسامه نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد كمان أندري فيليب سوزا مدرب الأحمال قادوا المجموعة الثانية، وتم تقسيم كل مجموعة لفريقين مصغرين بيضموا كل فريق أربع لعيبة لأداء فقرة خططية بيتم خلالها التركيز على التمرير تحت ضغط وسرعة نقل الكرة بسرعة في مساحة صغيرة حتى الوصول لمرمى صغير ثم إحضاره وإسكان الكرة فيه. وقام أفراد الجهاز الفني اللي تولوا الإشراف على هذه الفقرة بتدوين كافة الملاحظات الخاصة بها.